هل يوجد جهاد شرعي في هذا الوقت؟ الجهاد الشرعي إذا دعا الإمام إمام المسلمين إليه وأمر، قال جل وعلا: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. من الذي يقول انفروا؟ هو الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. وفي عقائد أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع كل إمام، برا كان أو فاجرا. فالجهاد هذا من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر به فإن المأمور إذا كان عنده استطاعة يجب عليه الامتثال. نعم.